السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية وهو الاسم الجمع. الأول يا أولاد قبل ما نبتدي الاسم الجمع أنا عايز أرجع بيك ونفتكر إن إحنا قلنا إن الاسم من حيث العدد بينقسم إلى المفرد والمثنى والجمع. طيب لو تفتكر معايا واحنا شرحنا قبل كده الاسم المفرد وقلت لك ان هو كل ما هو كل اسم يدل على واحد او واحدة، سواء الواحد ده مذكر او الواحدة دي مؤنث. قلت لك هذا تلميذ مجتهد، قلت لك هذا دي اسم مفرد لانها بتدل على حاجة واحدة، وتلميذ اسم مفرد مذكر بيدل على حاجة واحدة، ومجتهد اسم مفرد مذكر بيدل على حاجة واحدة. وقلت لك هذه تلميذة مجتهدة، هذه دي اسم مفرد للمؤنث، وتلميذة اسم مفرد للمؤنث، ومجتهدة دي اسم مفرد للمؤنث. بعد كده خدنا بعديها المثنى، الاسم المثنى وقلت لك ايه هو الاسم المثنى، قلت هو ما دل على اثنين او اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده، زي كلمة إيه؟ زي كلمة قلم، زودت لها ألف ونون بقت قلمان، زودت لها ياء ونون وقلت قلمين. ولو تفتكر قلت لك إن في النون بتاعة المثنى قلت لك النون بتكون مكسورة. طيب بعد كده كلمة شجرة قلت شجرتان وشجرتين. لو فاكر لو قلت لك ان الالف والنون دولت بيبقوا زياده على المفرد، والياء والنون دولت بيبقوا زياده على المفرد. طيب بعد كده بقى النهارده هناخد الاسم الجمع. يعني ايه الاسم الجمع؟ هقول لك الاسم الجمع هو اسم يدل على اكثر من اثنين او اثنتين. يعني ايه؟ يعني ايه اسم يدل على اكثر من اثنين او اثنتين؟ اسم اول حاجه يعني مش فعل ولا حرف، بيدل على اكثر من اثنين سواء مذكر او مؤنث. اكثر من اثنين يعني زياده عن الاثنين، ثلاثة أربعة خمسة فيما وانت طالع، يعني حاجات كتير. طيب زي ايه؟ هقول لك أول حاجة كده لو تفتكر معايا كلمة ولد دي مالها؟ دي اسم مفرد، تمام. قلت ولداني، دي ايه؟ دي مثنى لأن هي بتدل على حاجتين اتنين. طب الجمع بتاعها أولاد، تمام كده؟ تمام. طيب تعالى بعد كده ممكن أقول كلمة مسلم، عايز اجمعها هقول مسلمون. طيب كلمة معلمة عايز اجمعها هتبقى معلمات. انت خدت بالك هنا في الجمع عندي كلمة اولاد، عندي كلمة مسلمون، عندي كلمة معلمات. انا لقيت هنا اشكال الجمع هنا مختلفة، ده بيقول لي ان الاسم الجمع له اكتر من شكل. ايه هما بقى؟ اول حاجة جمع مذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير. يعني ايه؟ تعال ناخد واحد واحد كده. اول حاجة جمع المذكر السالم، يعني ايه يا مس جمع مذكر سالم؟ جمع المذكر السالم وليه سموه سالم؟ انا واخد الجمع المذكر وعارفه، واخد جمع المؤنث وعارفه، لكن انا اول مره اعرف حاجه اسمها الجمع المذكر السالم. ليه قلت عليه السالم؟ ليه العيله دي عيله السالم؟ هقول لك لانه مفرده سلم من التغيير عند الجمع، مفرده سلم من التغيير عند الجمع. ازاي؟ هقول لك ازاي. جمع المذكر السالم انت واخد بالك هو بيقول لي هو ما دل على اكثر من اثنين بزيادة واو ونون وياء ونون. ازاي؟ على مفرد. كلمة معلم قدامك اهيت، هزود لها واو ونون بقت معلمونا.
طب معلم عايز اضيف لها الياء والنون، معلمينا. انت خدت بالك ما بين معلمونا ومعلمينا؟ معلمينا انا هنا فتحت النون بتاعه الجمع. طب ما انا قبل كده في المذكر في المؤنث في المثنى قلت لك ان النون بتاع الياء النون بتاعته النون بتاعته مكسوره زي كلمه اهي. في فرق ما بين ادي نفس الكلمه اهيت بس دي النون بتاعتها مفتوحه ودي النون بتاعتها مكسوره. تعالى نقرا كده النون بتاعتها مكسوره، معلمينا. لا دي معلميني، دلت على اتنين، معلميني دلت على اتنين، لكن معلمينا دي دلت على اكتر من اتنين. يبقى كده ان انت عرفت ان جمع المذكر السالم بيكون للعاقل زي كلمة مهندسون معلمون. طيب وقلت ان بيبقى اخره واو ونون او ياء ونون. طيب كلمة مساكين دي اقول عليها جمع مذكر سالم؟ لا. ليه يا مس؟ مش انت قلتي ان جمع المذكر السالم اخره واو ونون او ياء ونون، وهنا اخرها ياء ونون اهيت يا مس في كلمه مساكين؟ مش كل اللي اخره ياء ونون بيكون جمع مذكر سالم. انا قلت لك اهم حاجه تعرف ان جمع المذكر السالم بيدل على اكثر من اثنين بزياده واو ونون او ياء ونون. طيب كلمه هنا مهندسين ده اخرها ياء ونون، بس انا قلت لك ان الياء والنون هنا بتبقى زياده على المفرد. لو انا جيت قلت مهندسين شلت الياء والنون هتبقى كلمه مهندس. طب مساكين لو انا شلت الياء والنون هتبقى ايه؟ مش هيبقى اصلا ليها معنى، لكن مفرد مساكين مسكين. طيب تعالى بعد كده وبيقول لي النوع الثاني اللي هو جمع المؤنث السالم. ايه هو جمع المؤنث السالم يا مس؟ جمع المؤنث السالم هو جمع بيتم باستبدال التاء المربوطه في اخر اسم مؤنث مفرد بالف وتاء، ولذلك سمي بالسالم. علشان كده انا قلت عليه سالم. يعني ايه سالم هنا؟ انا غيرت حرف واحد فقط من الكلمه الاصليه. كان ايه هو الحرف اللي هو التاء المربوطه؟ بشيلها واحط مكانها الف وتاء. يبقى جمع المؤنث السالم هو ما دل على اكثر من اثنتين بزياده الف وتاء على مفرده. بشيل التاء المربوطه واحط واستبدل مكانها الالف والتاء. طيب تعالى كده شوف كلمه معلمه، الجمع بتاعها معلمات، شلت التاء المربوطة وحطيت مكانها ألف وتاء بقت كلمة معلمات. طب تلميذة بقت تلميذات، شلت التاء المربوطة وحطيت مكانها ألف وتاء بقت دي جمع مؤنث سالم. عندي طيب كلمة طالبات مفردها طالبة، دي جمع ايه؟ جمع مؤنث سالم، لأن شلت التاء المربوطة وحطيت مكانها واستبدلت مكانها الألف والتاء. طيب بعد كده كلمة صوت، ها ينفع أقول دي أصوات ينفع أقول عليها جمع مؤنث سالم ده آخرها ألف وتاء؟ لا ما ينفعش أقول عليها جمع مؤنث سالم. تعالى بعد كده الجمع التكسير، جمع التكسير إيه هو جمع التكسير؟ جمع التكسير ده بيكسر فيه الكلمة وبتتغير تغيير جذري. يعني إيه يا مس؟ يعني جمع التكسير دي هي كلمة جمع ولكنها لا تنتهي، ما بتنتهيش بواو ونون ولا ياء ونون ولا الف وتاء. يعني كده لو فيها واو ونون او ياء ونون دي بتبقى جمع مذكر سالم، طب لو فيها الف وتاء دي جمع مؤنث سالم. اما الجمع التكسير ما لاقيش فيهم الحاجات دي. هو بيقول ان هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين مع تغيير صوره المفرد. يعني هقول ايه؟ طفل جمعها اطفال، يبقى دي جمع ايه؟ جمع تكسير. طيب عود اعواد دي جمع ايه؟ تكسير. طيب كتاب جمعها كتب دي جمع ايه؟ دي جمع تكسير. طب اسد جمعها اسود دي جمع ايه؟ تكسير. طيب بعد كده من كمان من الحاجات اللي بتيجي في جمع التكسير كلمة مساكين مفردها مسكين، ميادين مفردها ميدان،
قوانين مفردها قانون، فنون مفردها فن، شياطين مفردها شيطان، بساتين مفردها ايه؟ بستان. بكده يا سنة رابعة نكون انتهينا من الاسم الجمع اللي احنا قلنا فيه ان هو بيدل على اكثر من اثنين او اثنتين، وقلت ان الاسم الجمع له اكثر من نوع. قلت جمع مذكر السالم اللي هي كلمة بتنتهي بواو ونون او ياء ونون، زي كلمة مصريون، زي كلمة مسلمون، زي كلمة مهندسين، ودي كلها بتدل على العاقل في جمع المذكر السالم. ورجعت قلت لك جمع المؤنث السالم هي كلمة بتدل على اكثر من اثنتين بزيادة الالف والتاء، زي كلمة معلمة بحذف التاء المربوطة وبستبدل مكانها الالف والتاء بقت معلمات. وقلت لك ان جمع التكسير هي كلمة جمع ولكنها ما بتنتهيش، لا تنتهي بواو ونون وياء ونون او الف وتاء، زي كلمة تلاميذ، زي كلمة الدلافين. طب كلمة الدلافين يا مس دي جمع متكسير، ما قلناش عليها جمع مذكر سالم، لان كلمة الدلافين ديت جمع غير عاقل. وانا قلت لك في جمع المذكر السالم ان هو دايما هو على طول بيدل على الايه؟ العاقل. تعالى السؤال بيقول لي يا سنة رابعة حول المفرد في الجملة التالية إلى مثنى بنوعيه، سواء مثنى مذكر أو مثنى مؤنث، والجمع بنوعيه سواء جمع مذكر أو جمع مؤنث. يحترم التلميذ إشارات المرور. عايزة للمثنى المذكر هقول يحترم. خد بالك إن أنا مش هسن الفعل في أول الجملة، لا بسنه ولا بجمعه. يحترم التلميذان إشارات المرور. بعد كده بيقول لي عايزها للمثنى المؤنث لتحترم التلميذتان إشارات المرور. بعد كده بيقول لي عايزها للجمع المذكر بتاع الأولاد، هقول يحترم التلاميذ، او هنا جمع مذكر التلاميذ اشارات المرور. عايزها للجمع المؤنث تحترم التلميذات اشارات المرور. طيب بعد كده سنة رابعة بيقول لي خرج الولدان وذهب مع التلاميذ، لا خرج الولدان وذهب مع التلاميذ إلى المدرسة، ودخلوا جميعا الفصول واستمعوا إلى شرح المعلمين والمعلمات وفهموا الدروس. استخرج من الفقرة ما يلي جمع وبين نوعه. أنا شايف إن عندي هنا الجمع المعلمات، وده جمع ايه؟ انا سمعاك اخره الف وتاء، جمع مؤنث سالم. وعندي كلمة المعلمين وده جمع مذكر سالم. هو بيقول لي عايز اسم يدل على المثنى، الاسم اللي بيدل على المثنى الولدان، الولدان. وعايز اسم بيدل على المفرد، كلمة بتدل على المفرد حاجة واحدة، كلمة المدرسة. وخدت عندي كمان يا سنة رابعة في الجمع اهوت عندي كلمة التلاميذ، ده جمع تكسير، والدروس جمع تكسير. بكده يا سنة رابعة نكون انتهينا من درسنا اليوم وهو الاسم الجمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.